منطقتنا المرير وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة في المنطقة يدعونا إلى ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهتها حماية لسلامة أمن وطننا العزيز والحفاظ عليه، فإن ذلك لن يأتي إلا بالتلاحم والتعاضد والتمسك بوحدتنا الوطنية. سيبقى هذا الصوت في دواخلنا ما حيينا، وستبقى هذه الكلمات نبراسا نقتدي به ما حيينا. مشاهدين تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معا نستكمل السيرة العطرة للأمير الراحل طيب الله ثراه من خلال دعمه اللامحدود في كافة الأنشطة وتحديدا في الثقافة والفنون والآداب، في ويبقى في القلوب. اليوم نركز ونسلط الضوء على كل دعم اللامحدود اللي قدمه الأمير الراحل طيب الله ثراه في الكويت أو خارج الكويت. نطلع فاصل راجعي معكم. والطمأنينة والهدوء والرفاء والعيش الكريم، ولندعوك جلة قدرتك أن يحفظ الكويت بعافيه دار أمن وأمان ويحييها وأهلها كلهم. حرص الأمير الراحل طيب الله ثراه على التواصل مع جميع أبناء شعبه من مختلف قطاعات الدولة، فمن رعايته للفنون والآداب والثقافة إلى متابعة أحوال منتسبي هذه القطاعات، والمغفور له بإذن الله تعالى مواقف عديدة بإرسال عدد من الفنانين للعلاج في الخارج بعد تعرضهم لأزمة صحية. خلينا نشوف هالتقرير راجع مرة ثانية. نستذكر في تقريرنا هذا نجوم سطع نجمهم في سماء الفن وفي قافلة رواد الفن الأصيل في الكويت، الذين حملوا على عاتقهم طيلة حياتهم غرس القيم الأصيلة لدى الجمهور. هؤلاء الرواد سعوا طيلة مسيرتهم الفنية إلى تكريس روح الولاء والانتماء للوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية وروعة العلاقة وقوتها بين الحاكم والمحكوم ووضع الأساس للرقي بالفن الكويتي، فاستحقوا عن جدارة أن يكونوا خير سفراء لهذا الوطن. لذلك لم تقتصر رعاية المغفور له الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه على تكفل علاج الفنانين، بل امتدت إلى اطمئنانه شخصيا عليهم عبر اتصاله الشخصي أو إرسال البرقيات لهم وحتى تكريمهم بعد وفاتهم. واستحوذ أولئك العمالقة على مساحة مهمة في الذاكرة الكويتية، إذ غابوا عنا بأجسادهم لكنهم باقون دائما في ضمائرنا وقلوبنا. نشاهد مرارا وتكرارا صغارا وكبارا، نشاهد ما قدموه على الشاشة أو المسرح لتصبح مفرداتهم في حواراتهم التمثيلية ضمن قاموس مفرداتنا اليومية. وفي لمسة وفاء نتوقف عند بعض الأسماء الفنية الرائدة ممن رحلوا عنا،
لنذكر الجيل الجديد بهم وبأدوارهم وأعمالهم التي سطرت النهضة الفنية في الكويت وما زالت راسخة في مسيرة الفن. عبد الحسين عبد الرضا، غانم الصالح، علي المفيدي، خالد النفيسي، ومنصور المنصور. مشاهدينا، رجعنا مرة ثانية في برنامج ويبقى في القلوب، ونذهب معكم إلى سلطنة المحبة وسلطنة الخير وسلطنة الجود وسلطنة الطيب، سلطنة عمان، عسى الله يحفظها ويحفظ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظ الله ورعاه. ومعي على الطرف الآخر صاحبة السمو الشيخة منى بنت فهد آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون. مساء الخير بتوقيت الكويت وصباح الخير بتوقيت السلطنة. سموكم حمل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد، الصباح طيب الله ثراه، سلطنة عمان في قلبه دائما. ماذا تعني هذه الحالة لعمان وأهلها الكرام؟ أحب في البداية أن أمسي أولا عليكم جميعا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة، وأدعو الله أن يكون الجميع إن شاء الله بخير وعافية. في البداية نعزي أنفسنا قبل كل شيء على فقدان قامة بحجم المغفور له بإذن الله الأمير صباح الأحمد. فقدانه هو فقد ليس فقط للكويت، أما للإنسانية جمعاء. في البداية عندما أتحدث عن الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، فالحديث ذو شجون دائما. أنا لا أتحدث عن نفسي هنا فقط، بل عن ما يحس به كل عماني تجاه هذه الشخصية الإنسانية وبالفعل الاستثنائية بكل المقاييس. فكما كان لعمان في قلب الشيخ صباح رحمة الله عليه منزلة، ففعلا له في قلب كل عماني منزلة ومكانة استثنائية. وهذه حقيقة نعرفها جميعا وتجلت في مشاعر وأحاسيس كل عماني عندما سمعنا الأخبار تتوارد عبر القنوات الإعلامية الكثيرة. أريد أن أضيف أيضا أن علاقة شيخ صباح بعمان متفردة، يمكن يصعب علينا كثير التعبير عن وصف ما حمله رحمة الله عليه من مشاعر عبر عنها في لقاءات عديدة، عن علاقته بعمان وببساطته وإنسانيته المألوفة. لكن بساطة التعبير تحمل مع الشيخ صباح دائما عمق كنا نقرأه في أحاسيسه وابتسامته وتعبير وجهه اللي لا ننسى أبدا، سواء وهو في عمان بين العمانيين أو في الكويت. أستطيع أن أضيف أنه فعلا هذه الحالة المميزة واللافتة بينه وبين عمان وأهلها تعني لنا جدا الكثير. يعني نعم، كان وجوده دائما معبر، كانت الألفة التي حس العمانيين وهم يتحدثون معه تنم عن علاقات وطيدة أصلتها الأيام وتكرار زيارات منه رحمة الله عليه. يعني تتجاوز المعاني كل ذلك لعمان وأهلها في شخصية الشيخ الله يرحمه، كقامة يعني أعتبرها إنسانية سياسية محورية. نعم، فعلا تعني لنا الكثير من المحبة والمودة. نعم، الأمير الراحل طيب الله ثراه كان محبا لسلطنة عمان وأهلها، وإحنا كذلك أكيد نكون كل المحبة والتقدير لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا. صاحبة السمو الشيخة منى بنت فهد آل سعيد، السؤال: الدور الريادي للكويت وسلطنة عمان كان دور دائما موجود في حل النزاعات والحياد، وأيضا شكل مدرسة دبلوماسية عريقة. ماذا تقول سمو الشيخة منى عن هذه المدرسة؟ نعم، صحيح جدا ما ذكرت. يعني لطالما شكلت عمان والكويت ممكن أن نقول ثنائي
ثنائي وقف بمثابة يعني السد المنيع لتفادي أي تيارات تعصف بالمنطقة أو أي شيء يؤدي يعني تؤدي إلى الخلاف. يقال دائما أن العلاقة بين عمان والكويت هي علاقة بين بوابة الخليج وعمقه. فأنا دائما كنت أقرأ يعني هذه العبارة وفعلا يعني أتفهمها دائما. مواقف البلدين بلا شك لا تخفى على أحد، الكل يعرفها. ويمكن الحياد الذي ذكرته الآن كان أحد السمات التي تميزت بها سياسات البلدين. يمكن البعض يعني أحيانا يفهم الحياد بشكل سلبي أو بأنه منهج سلبي، وهذا فعلا خطأ شائع، ولكن عمان والكويت كانتا على الحياد الإيجابي. حياد البلدين ما كان يعني البعد عن القضايا، ولكن كان يعني البعد عن الوقوف عند طرف ضد طرف في هذه القضايا. وهذه المدرسة الدبلوماسية مثل ما ذكرت، وهذا النهج تفرد به البلدين طريقة حكيمة ورصينة، وكانت ولا زالت عمان والكويت صمام الأمان من خلال العمل المتناسق لعقود يعني في حلحلة القضايا والدعوة يعني إلى الحوار، وليس بالكلام فقط. لكن نعرف يقينا أن شخصية القادة سلطان الراحل قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد رحمه الله تعالى في البلدين كانت دائما عامل مهم في تحقيق هذه السياسة وهذا النهج. فهذه المدرسة ما يمكن تتحقق مبادئها إذا لم نكن مؤمنين بها بهذا الشكل العميق، وهذا ما أثبتته الأيام في المواقف التي ما تغيرت أبدا والنهج التي ظل ثابتا، لأنها كانت فعلا عقيدة مبنية على التصالح مع الذات. ولذلك نرى خلاف الآخر قابل للحل بعيدا عن المجايدات. نعم، دائما الحكمة تكون ما بين أو متركزة دائما ما بين الدولتين أو البلدين، واللي هي سلطنة عمان ودولة الكويت، وإن شاء الله تتم. نعم. هذه الحكمة موجودة بفضل القيادة ممثلة في جلالة السلطان هيثم بن طارق عسى الله يحفظه، وأيضا سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف حفظ الله ورعاه. المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل لم يدخر جهدا طوال حياتي للحفاظ على روابط الأخوة بين دول مجلس التعاون الخليجي. كيف كنتم تتابعون هذه الجهود كشعب خليجي كمواطنة عمانية؟ نعم صحيح، الشيخ صباح كان وحتى أيامه الأخيرة رحمة الله عليه يسير بين الأشقاء يعني في أي خلاف ينشأ. كان أبا ومعلما للجميع، كان له حضوره المتميز وتقديره الذي اكتسبه طوال عقود من العمل الدبلوماسي. كان دائما يتحرك ويحاور ويتكلف، فعلا كنا نتابع هذا مشقة السفر من بلد شقيق إلى آخر لتقريب وجهات النظر. نحن كعمانيين نقدر في الله يرحمه تلك الهمة العالية، ما كان يتردد أبدا في تقديم المشورة والنصح وتقريب المواقف والعمل على أي شيء من شأن أن يحفظ يعني وحدة هذا البيت الخليجي. متابعتنا للشيخ صباح كانت دائما بمثابة بارقة أمل لانفراج الأزمات. فكما قلت لك دكتور محمد، المدرسة الدبلوماسية التي اتبعها رحمة الله عليه كانت متفردة في نهجها، وهو نهج نحن نألفه ونفهمه دائما كعمانيين، ونفهم أنها مبنية على عمق تاريخي يعني لا ما أظن يختلف عليه أحد أبدا. نعم، سمو الشيخة منى بنت فهد آل سعيد، كيف ترين دور الأمير الراحل في دعم اللامحدود في خصوص العلم والثقافة والأدب سواء كان في الكويت أو خارجها؟ نعم يعني هذا المجال فعلا واسع، يعني أخشى أن لا أوفي حقه فيما قدم. يعني من أكثر ما أتذكره هو المساعي الذي بذلها سمو الأمير الله يرحمه في تطوير التعليم.
أظن هذا من أهم الأشياء اللي أتذكرها، وتمثل في مساعي الكويت لتحقيق التحول النوعي في التعليم ليكون فعلا نموذج تعليمي نشط ومتميز. ودائما كان يؤكد على الإنسان، على أن الإنسان الكويتي هو الثروة الحقيقية للوطن. هذا مرتكز استراتيجي ليس بغريب على قامة كبيرة مثل الشيخ صباح رحمة الله عليه. في الجانب الثقافي كانت لسمو الأمير رحمة الله عليه رسالة سامية في نشر الوعي الفكري والأدبي، يعني لعلي أذكر منها الرعاية المستمرة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أنشأه يمكن في عام 1973، والذي يشكل كان رافد مهم لجهود الدبلوماسية الكويتية في المحافل العربية والدولية، وكانت يعني في نظري كتوطيد للعلاقات الثقافية مع مختلف الدول. يعني أقدر أستطيع أن أضف إلى ذلك الرسالة العظيمة التي يحملها من خلال المساهمة في عملية التنمية المستدامة في المجالات الفكرية، كانت إن كانت فكرية أو ثقافية أو فنية، من خلال حماية التراث الكويتي وتشريعات الملكية الفكرية والمحافظة على الهوية الوطنية والتوسع. كان في توسع كبير كنا يعني نلاحظ في عمليات النشر والترجمة وتبني إبداعات الشباب وغيرها الكثير. أما في الجانب العالمي ربما لا يتسع المقال أو المقام أن يوفي له الحق فيما قام به رحمه الله، ويمكن أن يكون إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في 2014 عندما لقبه بقائد الإنسانية وأمير الإنسانية، ما يدل على عمق الأثر والإرث الذي يخلد اسمه في تاريخ البشرية كشخصية فعلا مؤثرة بكل المقاييس. نعم، كيف ترى صاحبة السمو الشيخة منى بن فهد الأمير الراحل بخصوص دعم المرأة الكويتية؟ دائما كنا نرى يعني مثل ما نرى في سلطنة عمان أيضا أنه كان يدعم المرأة بشكل كبير، وكان وجودها ملحوظ يعني في كل المحافل، يعني في كل أركان الدولة، وهذا كان شيء يسعدنا دائما كثيرا. وأنا كامرأة عمانية الحمد لله حظينا بهذا أيضا دائما، أن يكون لنا وجود ورأي وكلمة ووقفة ويعني واختيار في كثير من المجالات. فعلا دائما تتذكره المرأة أظن في كل الخليج بهذا الشكل أيضا. نعم، كل الشكر لك صاحبة السمو الشيخة منى بن فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون على هذه المداخلة الكريمة. تشارك أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها في ذكر مآثر وسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر. الصباح طيب الله ثراه. والآن ننتقل إلى الزميل نجيب القحطاني وهذا اللقاء مع ممثلي الملتقى الإعلامي لنرى.
مشاهدي الكرام، مرحب فيكم، أجمل تحية ورحب في زميلي محمد الوسمي من الاستوديو وضيفة في الاستوديو، لكن مثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا واحنا متواجدين مع إعلاميين ونخبة من الإعلاميين، ويبقى بالقلوب الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الهضر. اليوم عندنا ضيوف يعني إعلاميين لهم بصمة كبيرة في الإعلام. معنا الأستاذ يعني كبير جدا في الإعلام، ما شاء الله عنده مؤتمرات وملتقيات كثير، الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، وكذلك معنا الأستاذة أسرار الأنصاري إعلامية كذلك. راح نتحدث عن مناقب وكلمة رثاء للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. لكن نبدي مع ضيفنا الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي. أستاذ ماضي، عظم الله أجرك وأجر أهل الكويت بالفقيد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. الله يرحم الشيخ صباح ويغفر له ويسكنه في سيح جناته. بالتأكيد فقدنا مو بس في الكويت، في الكويت والخليج والعالم العربي والإسلامي، يعني شخصية رائدة وفريدة وبكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. شخصية فريدة لعدة أسباب ولعدة سمات. شخص كان يعني قلب كبير ومنفتح، نظرة بعيدة، حب يعني طاغي وظاهر، يعني مبين عليه أنه هو يحب الناس، مبتسم الناس، يقف معاهم، دعمه ومساندته للدول الخليجية والعربية والإسلامية في كل المناسبات الإيجابية والسلبية، في الأفراح وفي الأتراح، في الأحزان وفي أفراحهم كان دائما متواجد، حتى يعني آخر يوم في حياته كان لا يكف عن تلبية دعوة ولا يتردد عن تواجد وحضور مناسبة. وكان شفته يعني احنا كنا نشفق عليه على كبر سنه وحالته، وكان يسافر في المناسبات ويلبي الدعوات. لذلك يعني شخص بحجم ومكانة الشيخ صباح الأحمد عند العالم، وهو الذي عرف بأنه شخصية يعني توافقية ساهم كثيرا في كثير من الأحداث والمواقف العربية والإسلامية في حل أزمات ومشاكل كبيرة، وآخرها الأزمة الخليجية. نعم. يعني ودور الشيخ صباح يعني كان واضح وضار العيان، ولكن لو أخذت تاريخه هو ستجد كثير من الأزمات والمشاكل منذ صغره. وأيضا شخص منجز يعشق الإنجاز، وأنا يعني أقولك إياها عن مسؤولية وعن شخص عملت معاه عن قرب، عملت معاه في الصحافة كصحفي، عملت معاه كمستشار إعلامي في مكتبه لفترة، عملت معاه كأمين عام الملتقى الإعلامي العربي، هو الذي أمسك بيدي وآمن بفكرتي وآمن بهذا الملتقى ودعمه إلى آخر يوم. خطاباته، كلمات لما تقعد وياه، مو بس أنا، أي أحد يحب الإنجاز يبي الناس المنجزة، يبي يحقق إنجاز. وكان يوصي يعني حتى الوزراء، وكنا نشوفه مو شيء خافي، إن عليكم بالإنجاز. لذلك إحنا عندما نتكلم عن شخص بمكانة ويعني حجم شيخ صباح الأحمد، فعلا نقول لك يعني فقدنا كبير. نعم استاذ ماضي، يعني خلنا نتكلم كذلك عنه، كان يدعم الشباب. وكان ننتقل حق ضيفتنا الاخرى الاستاذة اسراء. نعم. الانصاري الاعلامية، عظم الله اجرك استاذة اسراء. ويعني كان الامير الراحل طيب الله ثراه الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح كان يهتم اهتمام كبير جدا بالشباب والاعلاميين الشباب. صحيح، في البداية أعزي نفسي وأعزي أهل الكويت والعالم كله بهذا الفقد، أنك تفقد قائد مثل الشيخ صباح رحمة الله عليه. هذا أمر غير عادي إطلاقاً، هو أساساً حدث إعلامي بحد ذاته، لو تشوفه تأثروا فيه الناس من جميع الأماكن والمواطن والبلدان، من مختلف الجنسيات، الثقافات، الديانات والخلفيات الاجتماعية والثقافية وغيرها. وهذا ما يدل إلا على أنه بأنه هو فعلاً قائد عرف أنه يوصل إلى قلوب الجميع. اهتمامه بالشباب اهتمام حقيقي وصادق، ولا تشوبه أي شائبة، وهذا شيء احنا كنا نشوفه دائما في كل المناسبات اللي تواجد فيها، ويخاطب الشباب فيها ويوصيهم وأيضا يوصي عليهم. كانت ابتسامته دائما موجودة، وهذا الشيء اللي دائما نعهد عليه. كان حتى لما الشباب يكلمونه ولا يكونوا قاعدين يتكلمون قدامه، يتكرمون ولا غيره، كان يحتضنهم في عيونه إذا ما كان هو اللي قاعد يكرمهم. كان دائما وأبدا الاهتمام نابع من قلب
محب وصادق وأب، وكأنه فعلا أهل الكويت كلهم أبنائه، وإحنا تأثيره علينا تأثير كبير، لا سيما نتكلم في المجال الإعلامي. تعلمنا أن إحنا لازم نكون محضر خير دائما، تعلمنا أن إحنا لازم قد ما نقدر ما نضرب، نبتعد عن التصعيد الإعلامي قد ما نقدر، ما نستخدم أدواتنا الإعلامية بشكل سلبي، بشكل ممكن يعزز أو يزعزع العلاقات في المجتمع أو في الإقليم أو في العالم كله. تعلمنا منه أشياء كثيرة. نعم أستاذ إسراء الأنصاري، إعلامية، يعني دائما الأمير الراحل كان يحث الشباب، كان يجتمع مع رؤساء التحرير، ورؤساء التحرير وصلوا رسالة إلى الشباب اللي موجودين، دائما يحثهم على كتابة الخبر الصحيح، توصيل الرسالة الصحيحة للمواطن والمقيم، حتى كان يعني دائما هو كان يعني يركز على نقاط كثيرة جدا في الصحافة. صحيح، هذا بلا شك. وأيضا أنت كانت دائما توصلنا التوصيات، لذلك تلاحظ في عهده كان الإعلام في سمة عفوية جميلة جدا تشابه حضوره، سواء حضوره الشخصي أو حضوره الإعلامي. لو تشوفه في أي محفل إعلامي أو في أي مكان إعلامي كان دائما هو الشيخ صباح في البيت، الشيخ صباح في الديوان الأميري، الشيخ صباح في هذه المناسبة المعينة. فلذلك تعلمنا منه الكثير، وحرصنا أيضا أن إحنا نطبق كل شيء يقوله، وكان دائما في يمكن في كلمات بسيطة يقولها عن الشباب تأثر فينا، ثروة الوطن الحقيقية. نعم. مثال. نعم أستاذ إسراء الأنصار، إعلامية، ويعطيك العافية. طيب والله خلينا ننتقل حق الأستاذ ماضي الخميس، الأمين العام لمنتدى الإعلام العربي. أستاذ ماضي كان يعني مثل ما تفضلت أستاذ إسراء، كان يركز ارتكاز كبير جدا على الإعلاميين، وكان الشباب يركز عليهم تركيز كبير جدا. لابد أن كان في مواقف معكم حصلت في الملتقيات اللي صارت في دولة الكويت، خاصة كان يستدعي كثير من الإعلاميين يشوفون العمل الإعلامي الكويتي. لماذا الشيخ صباح الأحمد يعني كان يهتم بالإعلام؟ كان هناك مواقف كثيرة، يعني الشيخ صباح كان يطلع أفكار للقضايا النقاش وأسماء، يعني كان لما كنت نقعد وياه قبل مثلا ملتقى نقوله والله هالسنة طويل العمر بنسوي كذي ولا بنكذا، كان يذكر أسماء بعينها، يعني يبو فلان ويبو فلان، وكان يقول جملة لا تنسون من وقف ويانا من الإعلاميين. كان يحرصكم. لا تنس أنا يحرصني أنا، لا تنسى الناس اللي وقفت ويانا في الأزمات، لا تنسى الناس اللي وفولنا، لازم نكون أوفياء معاهم، فلان لا اسماء كبيره يحددهم بالاسم وكان يقول رحمه الله، وهذا يعني شهاده حق انا محاسب عليها، حتى يجيبوا اللي عنده موقف، يعني فاهم، حتى اللي يعني مو بس كلهم يشبون بعض، يعني يجيبوا الناس اللي عنده انتقاد للكويت، يجيبوا خلي ينتقدنا داخل الكويت، خلينا نبين شلون احنا ديمقراطيين، واحنا وانتم تردون عليه انتم كاعلاميه، يعني شيء من الرقي والانفتاح القيادي الإعلامي النادر، ورؤية الإعلامية والفهم لمعنى إعلام. أنت اليوم نتكلم بحقيقة، من الصعب أنك تجي تسأل تشرح لمسؤول خطة إعلامية إلا يخاف ها لا تسوي كذي لا تكون ردة فعل. الإعلام هو جرأة العمل وجرأة الطرح وجرأة النقاش وجرأة الأشخاص، هو هذا المميز، توصيل الرسالة، وتوصيل الرسالة. فهو الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، رحمة الله، هو دبلوماسي وإعلامي، هو يفهم ما هو الإعلام ويستوعب دور الإعلام ويتعامل بروح الإعلامي مع الإعلاميين. لذلك أنا كنت رئيس تحرير لفترة 4 أو 5 سنوات صحيفة، والزملاء رؤساء التحرير الصحف المحلية، وأيضا حضرت لقاءات مع صحفيين عرب جاءوا لعمل حوارات معه. كان إذا هو يحثك أنك تتكلم بصراحة، هو يقول لك تكلم بصراحة. نعم أستاذ ماضي، يمكن أنا خلني أتكلم من حث الشباب الكويتي، خلني ننتقل حق الأستاذ إسراء الأنصاري. كان يحث الشباب الإعلامي على أمور كثيرة جدا، يوصل لهم رسالة مباشرة يعني في أمور كثيرة تهم دولة الكويت. أكيد، بكل تأكيد كان وايد يعزز قيمة الاستماع
أنك أنت لازم تكون مستمع جيد، سواء من خلال خطاباته نرجع نقول، أو أيضا من خلال الأشياء اللي كان يسويها. أفضل مثال ممكن أضربه لما نحس أن الشباب كانوا محتاجين أن يتكلمون في رسائل لابد أنها توصل، سوى مؤتمر الكويت تسمع، أوصل في الديوان الأميري والكويت تسمع لشبابها، هذا شيء وايد مهم. وأيضا تكلم عن موضوع الإنجاز، أنه هو محب للإنجاز، أنا من خلال كتابتي في مجال الشباب أو أيضا من خلال عملي في مجال الشباب كان دائما وأبدا يحث على الإنجاز، كان دائما يقول للشباب وأيضا للعاملين في المؤسسات الشبابية والقطاعات الشبابية، أي شيء للشباب لابد أنه يصير، فتحوا لهم المجال، فتحوا لهم المجال. وأنت تقدر تشوف، إذا بضرب لك أبسط مثال، اهتمامه بالثقافة اللي هي تعادل الاهتمام في الإعلام، والثقافة والإعلام لما يكونون مع بعض ينتجون شيء كبير. شوفوا مثلا الحين شو اللي حصل، شلون أوصل ديوان الأميري، مركز الشيخ جابر، مركز عبد الله السالم، صار في مثل ما نقول نهضة حضارية ثقافية إعلامية بشكل مختلف، بشكل جميل، بشكل عصري، يناسب طموح الشباب الكويتي اللي فعلا طموحه كبير جدا وعنان السماء. ثورة إدارة الأعمال اللي صارت، هذه كلها من اهتمام الحقيقي، مو بس في الشباب، في الإنجاز أيضا، في أن يكون هناك كذلك شيء. مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله يعني هم فيها شباب كثير، وما شاء الله الكل ما شاء الله يعبر ويتحدث كل عن يعني الأمير الراحل رحمة الله عليه. بكل تأكيد مثل ما قلنا، يعني كان حتى تأثيره على الجميع من جميع المجالات، إعلاميين، قياديين، ناس بسطة، ناس مفكرين، مثقفين وغيره، كان كبير. أنت تشوف العالم كله لمدة أيام إلى اليوم ما يتكلم إلا عن حزن فقد الشيخ صباح رحمة الله عليه. الكثير من دول العالم والكثير أتى إلى دولة الكويت لتعزية أهل الكويت، لي يعني يعني مكانة الأمير الراحل طيب الله تراه. أستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلام العربي، يعني ما شاء الله أنت عندك ذكريات كثيرة جدا، بودنا كلمة أخيرة مختصرة برثاء الأمير الراحل. طبعا يعني نكرر الدعاء إلى الله عز وجل والابتهال أن يرحم الشيخ صباح الأحمد ويغفر له ويثيب كل الثواب على كل ما قدم الكويت والخليج والعالم العربي والإسلامي. بصماته ستظل ثابتة، ويعني إنارته للطريق في الكويت ستظل راسخة، ويعني الأمانة الآن بيد أيضا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، الذي يعني كنا في كافة اللقاءات أيضا هو موجود، وأيضا يعني عنده هذا البعد الإنساني وهذه الطيبة والأبوية. تقعد يا شيخ نواف ما ودك يعني ينتهي اللقاء من كثر هذه الإطلالة الأبوية. طول عمره يعني معروف عنه، ويبقى يعني حتى نهج الشيخ صباح عندما كان يرسخه هو ترسيخ لدور المؤسسات، يعني البصمات التي وضعها في كافة المؤسسات يجب أن تكون ثابتة ومستمرة. اليوم الكويت ومجالنا ومجال حضرتك ومجال أختي العزيزة أسرار هو الإعلام والثقافة. عندما تتحدث عن بصمات الشيخ صباح من قبل يتم تشكيل حكومة، من مجلة العربي 58، البصمات الثقافية والإعلامية ستجدها كثيرة. أنت قلت على كلمة يجب أن نستذكرها، وأنا عندي شواهد كثيرة، تأثير الشيخ صباح على الإعلاميين العرب، على الإعلاميين العرب وعلاقته فيهم، أتكلم الكبار الذين عاصروه، هناك أسماء كبيرة من لبنان والمغرب وتونس واليمن. يعني أنا شفت لقاءاته معه. نعم أستاذ ماضي، لو نتحدث عن أمور كثيرة ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله ممكن ما نقدر نخلص. لا أتكلم هذا جانبنا، يعني ستجد هنالك تأثير شخصي للشيخ صباح، هذا حضر زواجه وهذا ما أدري كذا وهذا راح معاه كذا. فأنا أعتقد الحس الإعلامي وحبه هو للإعلام هو الذي جعل هذا الشيء موجود. نعم يعطيك العافية أستاذ ماضي الخميس. ننتقل إلى أستاذ أسراء الأنصاري، كلمة رثاء باختصار بحق الأمير الراحل طيب الله ثراه. نكرر الدعاء ونسأل الباري عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ونؤكد ثقتنا وتفاؤلنا بالنهج الجديد بقيادة الشيخ نواف الأحمد صباح حفظه الله ورعاه. وإن شاء الله الشيخ صباح راح يظل موجود فينا إحنا، في رسالتنا وفي كل شيء نسوي. مشكورين على اللقاء. مشاهدي الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ونشكر كذلك الإعلامية الأستاذة
أسرار الأنصاري. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا البرنامج ويبقى في القلوب الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. راح نرجع إلى الزميل محمد الوسمي لتكملة فقرات برنامج ويبقى في القلوب. كل الشكر للزميل نجيب القحطاني على هذا اللقاء. والآن ننتقل معكم مشاهدينا لدولة قطر الشقيقة والفنان القدير غانم السليطي. مساك الله بالخير، وماذا تقول في هذا المصاب الجلل، خصوصا بفقد شخصية عظيمة مثل الأمير أمير الإنسانية طيب الله تراه؟ مساك الله بالخير أخوي محمد. أول حاجة كنت أتمنى الحقيقة أكون معاكم على الهواء مباشرة، ولكن لظروف العلاج في الخارج يعني تحول دون أن أشارك في هذا الواجب. فسمو الأمير المرحوم الشيخ صباح الأحمد هو رجل العصر، لم يترك أثرا بسيطا، ترك أثرا كبيرا على مستوى الإنسانية، على مستوى الناس، على مستوى الفقراء، على مستوى التعليم، على مستوى الدبلوماسية. وإحنا في قطر نعتبره أب للشعب القطري كما تعتبرونه أنتم أب للشعب الكويتي. ولا ننسى دوره الكبير، دوره الحضاري، دوره الإنساني، دوره العظيم في محاولاته لتقريب وجهات النظر بين دول الخليج. نحن مدينين لصاحب السمو. أجيالنا الحالية وأجيال قطر القادمة لن تنسى دوره العظيم. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه مع الأبرار في عليين إن شاء الله رحمة الله عليه. الحديث عنه يطول ويطول، ولكن نقدم العزاء لأهلنا في الكويت ولأهلنا في قطر ولشعوب الخليج وللوطن العربي. رحم الله سمو أمير الإنسانية رحمة واسعة، وأنا لله وأنا إليه راجعون. كل الشكر لك أكيد، وإن شاء الله ترجع لبلدك وأهلك وأسرتك سالما معافى، خصوصا أنك في رحلة العلاج. ونشكر هذه المداخلة من الفنان القدير غانم السليطي. مشاهدينا، لازلنا مكملين معكم في برنامج ويبقى في القلوب. نطلع فاصل، راجع مرة ثانية. سمو الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد استثمر خبراته في تحقيق الكثير من الإنجازات الداخلية والخارجية، حيث استطاع خلال مسيرته السياسية الممتدة أن يحقق للكويت مكانة مرموقة ومؤثرة في العالم، مستغلا الخبرة الدبلوماسية والحنكة السياسية التي يتمتع بها في إقامة علاقات وطيدة وقوية مع معظم دول العالم. وإن تكريم الأمم المتحدة لسمو الأمير بتسميته قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا للعمل الإنساني جاء تتويجا للدور الإنساني الذي تفردت به الكويت في مساعدة كثير من الشعوب التي تعرضت للحروب والنكبات. وأولى سموه رحمه الله اهتماما بالفنون وعلى رأسها المسرح، حيث أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 56 و900 وألف ميلادية. ليس غريبا هذا العطاء اللامحدود من الأمير أمير الإنسانية طيب الله ثراه، فكيف لا وهو أمير الإنسانية؟ كيف لا يدعم الثقافة في الكويت وهو أمير الإنسانية؟ كيف لا يدعم الأدب
وهو أمير الإنسانية، كيف لا يدعم الفن وهو أمير الإنسانية؟ كيف لا يهتم في الشأن الداخلي في دولة الكويت وهو أمير الإنسانية؟ كيف لا يهتم في الشأن الخليجي الخليجي وهو أمير الإنسانية؟ كيف لا تكون أيديه البيضاء إلى كافة بقاع العالم وهو أمير الإنسانية؟ كيف ألا نتألم اليوم وهو أمير الإنسانية؟ كيف ألا نشعر بهذا الفقد ونحن أبناء هذا القائد وهذه الشخصية العظيمة؟ طيب الله أمير الإنسانية. ومشاهدينا فاصل ورجي مرة ثانية. اتحاد إذاعات الدول العربية يشارك الكويت حكومة وشعبا بهذا المصاب الأليم. عبر هذه الكلمة من المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام إذاعات الدول العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يسعني إلا أن أتوجه مرة أخرى باسمي الخاص وباسم اتحاد إذاعات الدول العربية بحر التعازي إلى عائلة الفقيد الكبير وإلى كافة أفراد العائلة الحاكمة والحكومة والشعب الكويتي الشقيق، وبأصدق عبارات المواساة والتعاطف سائلين علي القدير أن يتغمد المنعم المبرور بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه والأمة العربية والإسلامية جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكلنا نعلم أن غياب الفقيد المرحوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله لم يكن خسارة صادمة لدولة الكويت الشقيقة ولشعبها حسب، بل أن الخسارة شملت دون شك المجموعة الدولية بكاملها وبالأخص الأمتين العربية والإسلامية، وفيهما الكثير من القطاعات والمدن والمجموعات المحلية والأهلية المختلفة التي شملها برعايته بصفة مباشرة وامتدت لها يد المساعدة الكويتية للنهوض بظروفها الصعبة وتجاوز محنها العميقة بسبب الحاجة والإهمال. لقد كان الأمير الراحل رحمه الله قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة، ولعل إحدى أبرز شهادات التقدير والتكريم التي حظي بها أياما قبل وفاته اعترافا بسمو دوره الكوني الجليل وبالجهود العظيمة والدؤوبة التي قادها في المنطقة وفي العالم أجمع أن منحه الرئيس الأمريكي وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى خلال مراسم أقيمت مؤخرا في البيت الأبيض. بإبان قيادته للدبلوماسية الكويتية وافقت الأمم المتحدة على قبول انضمام الكويت لها، وكان له شرف رفع العلم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، كما وضع صباح الأحمد خلال توليه وزارة الخارجية الخطوط العريضة للدبلوماسية الكويتية التي قامت على سياسة التوازن الاستراتيجي بين مختلف القوى في المنطقة ومحاولة تزويب الخلافات بين الدول العربية والكيانات والفصائل المسلحة والأحزاب والوقوف بشكل قاطع ونهائي مع القضية الفلسطينية. ولم يكن صدفة أن يعين قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة عام 2014، وهو منصب لم يسبقه إليه أحد، تقديرا لجهود الإنسانية على جميع الأصعدة وتكريسا لمسيرته الكبيرة في مجال العطاء الإنساني في عديد الملفات الساخنة في المنطقة وفي العالم. وحافظت الكويت في عهد الشيخ صباح الأحمد على مبدأ الحياد ودعم المبادرات الإنسانية في حل كل الأزمات من اليمن وسوريا والعراق وإلى ليبيا وفلسطين وباكستان وغيرها كثير. وكقائد استثنائي وأمير للإنسانية والأخلاق كرس الأمير الراحل حياته لخدمة وطنه وأمته، ولم يتوانى في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربي،
تحول الكويت إلى عاصمة الوساطات السياسية بين الأطراف المتصارعة، فكان زعيم الدبلوماسية والسلام والاعتدال والتوافق خاصة بين البلدان العربية والإسلامية. وفي السنوات الأخيرة برز دور الشيخ الصباح الأحمد في وساطة مجلس التعاون الخليجي، وكان دائما الحديث عن أهمية تغليب وحدة الصف الخليجي، كما يحسب له بأنه كان رجل التوافقات. وفي عهده سلكت الدبلوماسية الكويتية طريقا نحو العدالة والإنسانية قبل أي شيء، وكان من دعاة السلام وعرف بوقاره وحكمته. وسيفتقد اليوم الوطن العربي هذا الرجل الذي ترك بصمات كبيرة في العمل الإنساني والتنمي الدبلوماسي الهادي والرصين. ورحيله اليوم يمثل خسارة كبيرة في خضم ما تشهده المنطقة من صراعات سياسية ومن عنف متواتر. ونحن لا يمكننا في اتحاد إذاعات الدول العربية إلا أن نعبر عن حزننا العميق وعن شعورنا بفقدان حليف موثوق. وقفت الكويت دائما تحت قيادته إلى جانبنا وناصرتنا في مشاريعنا وأنشطتنا أيا كانت خياراتنا وتوجهاتنا، فقد وجدنا على امتداد مسيرتنا من الكويت التأييد والمساندة والمشاركة النشيطة في عملنا، مما أكسبها مكانة خاصة لدى كل العاملين في الاتحاد ولدى هيئاته الأعضاء. وحرصنا على أن نترجمها من خلال منح الكويت رئاسة الاتحاد لمدة 6 أعوام متتالية، ولا يمكن إلا أن نعبر عن قدرتنا الكبيرة بصواب هذا الاختيار. كل الشكر أكيد لاتحاد إذاعات الدول العربية وكافة الجهات اللي دائما تتواصل معنا أو تريد المشاركة ومشاطرة الشعب الكويتي في هذا المصاب الجلل بفقيد أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر. الصباح طيب الله ترى، حقيقة إرث جدا جميل كونه أكيد الأمير الراحل للشعب الكويتي وللحكومة والقيادة، وبإذن الله سنكمل هذه المسيرة بقيادة سيدي سمو الأمير أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد. مشاهدينا نطلع نسمع هذه القصيدة الجميلة ونرجع مرة ثانية. ألم عارم وحزن مقيم، حل ما بيننا ودمع سجوم، وهموم تجاوزت كل حد واستمرت مقيمة لا تريم. نبأ جاء صاعقا يتحدى كل نفس تزداد منه الكلوم، فكأن القلوب من شدة الخفق أتتها من السماء رجوم. قد فقدناه خاسرين أميرا حين كنا نرجوه أن لو يقيم، فصباح لنا حما حين يشكو من ظروف الحياة يوما كليم. قاد هذه البلاد خير قياد فإذا دربها به يستقيم، وقلوب الجميع تهفو إليه من على الحب في القلوب يلوم. عرفوا فيه مخلصا وأمينا ورأوه رمزا له التكريم، بصفات تبدو لدى الناس طرا هو فيها محنك وحكيم. سائر دأبه الصلاح نراه حين يسعى يعينه التصميم، كل درب يمضي إليه يلاقي من تمام التوفيق فيه أديم. كل آمالنا توالت عليه فترانا على هواه نقيم،
وإذا حل في بلاد بلاء زال في فعله البلاء الوخيم. عرفته الشعوب إنسان خير، ورأته هو القريب الحميم. سبق الحكم في السماء علينا، لا ارتياح وقد توالت هموم. قد رأينا بعد التجارب حقا أن ما في حياتنا لا يدوم. لكنها الأقدار تفرض بأسها وتظل ذكراك العزيزة تحمد. رحمك الله يا أمير الإنسانية، وكل الشكر لكل من تابعنا في حلقة اليوم في برنامج ويبقى في القلوب، وإن شاء الله نلقاكم في حلقات أخرى. إلى اللقاء وتصبحون على خير.